اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب كده تكونوا في خير وسعيدة. نقول بسم الله. أنا النهاردة هعمل إيه بقى؟ هعمل آيس كريم حلو جدا. هعمل نوعين من الآيس كريم، سهل جدا وسريع، مكوناته بسيطة قوي، مكونات موجودة في البيت. بس بجد النتيجة روعة. دي فراولة مش متجمدة خالص في الفريزر، هي دي بس أنا غسلها حلو جدا ومقطعها قطع عادي، اي قطعه اقطعوها وهضربهم في الكبه. ممكن تضربوها في الهاند بلندر، ممكن تضربوها في الخلاط، يعني عادي على حسب المتوفر عندي. هحط بقى هنا بقى كميه الفراوله، يعني دول حوالي نص كيلو من الفراوله، بس انا ما حطيتش الكميه كلها عشان حسيت ان هي هتبقى كده كتيره في الكبه، فحطيت اهو الفراوله. وبعد كده هحط سكر بودر، ده سكر بودر، ممكن تستبدلي السكر بودر، ممكن تستبدلي بعسل ابيض. هحط 3 معالق من السكر، وهحط معلقه كبيره من الزبادي. الزبادي دوت اختياري، ممكن ما تحطيش زبادي، ونص كوب من الكريم شانتين، بس كده. وهضربهم بقى في الكبه. بصوا هيتضرب معاكم بسرعه جدا وبسهوله قوي. خلاص اهو انا ضربتهم. بصوا بقى ده انا هحط الوان طعام، دي الوان طعام صحيه، ده لتعزيز اللون، يعني ممكن ما تحطوش. بصوا يعني انا حطيت حاجه بسيطه جدا، ممكن تستغنوا عن الوان الطعام. انا بس عشان يعني ايه عايزاه مثلا يكون لونه مثلا ايه، يعني عزز اللون الفراوله بس كده شويه بس. خلاص انا حسيت بس ان هي عايزه نقطه كمان، يعني بصوا حاجه بسيطه قوي ان انا بحطه. ممكن تستبدلوا الفراوله دي باي نوع تاني، ممكن تستبدلوا ممكن بكيوي، ممكن انا هعمل كمان معاكم بالموز، ممكن تستبدلوا بكيوي، ممكن تستبدلوا بكنتالوب، يعني بصوا نوع الفاكهه، ممكن بالخوخ، نوع الفاكهه مانجا، نوع الفاكهه اللي انتوا عاوزينه تحطوه. دي بقى علب عشان تبقى ما تاخدش مكان في الفريزر، احطها بقى كده. اي علبة عندك، يعني بصوا انا عملت يعني اعتقد كمان اقل من نص كيلو فراولة، طلع معايا كمية حلوة جدا. النوع التاني بقى انا هعمله بالموز، هي برضو نفس الطريقة. بصوا يعني مع اختلاف بس نوع الفاكهة، بس لو انتوا نوع الفاكهة ده انتوا عارفين ان هو مش مسكر معاكم، ممكن تزودوا بدل 3 معالق سكر ممكن تخلوها مثلا 5 معالق سكر، لو انتوا عارفين ان نوع الفاكهة اللي انتوا بتستخدموه دوت مثلا مش مسكر قوي، فممكن تروحوا مزودين السكر شوية. بصوا انا الموز هنا حطيت فيه 2 معلقة بس سكر، لان انا عارفة ان الموز بيكون مسكر طبعا عن الفراولة، وبرضو 2 معلقة زبادي كبيرة، برضو الزبادي اختياري، ونص كوب كريم شانتيه، نفس المكونات بالظبط. هضربهم بقى كده في الكبة، برضو مش هياخدوا وقت خالص. يعني بصوا ايس كريم سهل قوي وسريع، ما بياخدش وقت خالص، يعني انا عملته في اقل من 3 دقايق كان خلاص كان معمول. ده بقى لون اصفر، برضو الوان طعام طبيعية، برضو لتعزيز اللون، بس برضو انتوا عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين عايزي. خلاص كده انا عملت معاكم قبل كده الايس كريم اللي هو ايس كريم دريم، كان حلو جدا. برضو عملت ايس كريم الاوريو، عملته معاكم قبل كده على القناة. وده بقى الايس كريم بقى اللي هو بالفاكهة، بس فاكهة طبيعية كده، حلو جدا. وان شاء الله هعمل معاكم تاني اي نوع ايس كريم تاني حلو جدا، بس بطريقة بقى تانية خالص. خلاص كده انا فضيت برضو كل الكمية في العلبة، وبعد كده هحطهم بقى في الفريزر. يعني بصوا يعني اعملوا مثلا الايس كريم من بالليل، ممكن بقى تستخدموه بقى الصبح، يعني سيبوه مدة لا تقل عن 12 ساعة. اهو بصوا انا بوريه لكم، طبعا هو لسه ما تمسكش طبعا بقى، لسه لما احطه في الفريزر هيتماسك. بصوا يعني انا بكميه بسيطه يطلع معايا كميه بسيطه من الفاكهه، طلع معايا كميه حلوه جدا. بصوا بقى ده الايس كريم اهو، ادي الفراوله، وده الموز، حلو جدا وطعمه حلو قوي وطريقته سهله قوي وسريعه، ومكونات يعني انت عارفيها. بصوا انا هو طلعه بالمعلقه الايس كريم، تطلع معايا الكرة بسهولة جدا.